أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار والمستهل بالعناوين. والي ولاية بشار يشرف على الافتتاح الرسمي للدخولية الجامعية، ووالي عين تيموشنت يشرف على الانطلاقة الرسمية للدخولية الجامعية. استمرار صالون التجارة والخدمات الإلكترونية في يومه الثالث. تصدير 9 شاحنات من المواد الخزفية إلى دولة ليبيا. شباب طموح من ولاية البويرة يناشد السلطات لمساعدتهم. النهوض بقطاع السياحة من أولويات ولاية عامة. إحياء ذكرى مأساة منجم الفحم بمركز ببلجيكا. بداية، أشرف والي ولاية بشار محمد السعيد بن جامو على الافتتاح الرسمي للدخول الجامعي 2023-2024 بجامعة الطاهر محمد. بالمناسبة، ألقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري مداخلة عبر تقنية التحاضر المرئي بعنوان الجامعة المبدعة في خدمة جزائر صاعدة. تغطية وتقرير الزميل بن شيخ عيسى. يتميز الدخول الجامعي 2023-2024 بمجموعة من الإجراءات التي اتخذت على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي، وخاصة في مجال الرقمنة، حيث تم تسجيل طلب الجدد وإعادة تسجيل الطلبة القدماء عن بعد عبر البروغرس، نظام البروغرس. كما يتميز الدخول الجامعي بتوظيف أساتذة جدد. بالنسبة لجامعة الطاهر محمد بشار، تم توظيف 51 أستاذ جديد في جميع التخصصات، سوف يدعمون التأطير البيداغوجي والعلمي، وهذا يدخل في إطار البرنامج الحكومة الجزائرية التي سعت إلى توظيف كل الأساتذة المتحصلين على شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه، وهم حوالي 10,000 أستاذ غير الأجراء. كما يتميز الدخول الجامعي بجامعة الطاهر محمد بشار بفتح مجموعة من التخصصات، وأذكر من بينها الصيدلة وشهادة مهندس في العلوم التكنولوجية، إلكتروتكنيك، جيني دي بروسيدي، العلوم الفلاحية، وكذلك إعادة فتح شعبة العلوم السياسية، وكذلك في التخصصات خاصة السيبر الأمني في كلية العلوم الدقيقة. كما يتميز هذا الدخول الجامعي بالاهتمام أكثر بالأساتذة الجدد، حيث سوف يتكونون في بعض المواد التي تساعدهم على أداء مهامهم، ولا سيما تعليم اللغة الإنجليزية، تعليم المنهجية والتعليمية. وكذلك يتميز هذا الدخول الجامعي بتوسيع تعليم اللغة الإنجليزية لفائدة الطلبة السنة أولى، الجدع مشترك بالنسبة لكل الميادين، وخاصة لميدان العلوم التكنولوجية. هو مشروع الذي أقر به معالي الوزير البروفيسور كمال بيداري، وهو مشروع صفر ورقة. نحن الآن في استقبال الطلبة بدون ورق، التسجيلات كلها إلكترونية. نحن الآن في تقسيم بطاقات الطالب. الشيء الجديد لهذه السنة وهو بطاقة الطالب إلكترونية، بمعنى فيها الإقامة الجامعية، فيها النقل، فيها الإطعام، وفيها المجال البيداغوجي. هذا الشيء الجديد في هذا الموسم. أشرف والي ولاية عين تيموشنت على افتتاح الموسمية الجامعية الجديد من جامعة بلحاج بوشعيب. أكثر تفاصيل نتابعها مع الزميل بومدين بارودي. أشرفت السلطات الولائية لولاية عين تيموشنت على الافتتاح الرسمي للموسم الجامعي 2023-2024 من جامعة بلحاج بوشعيب، استقبل والي الولاية من طرف مدير الجامعة رفقة طاقمه الجامعي، بداية من آيات من الذكر الحكيم إلى النشيد الوطني، ثم كلمة السيد والي الولاية، بعدها الاستماع لكلمة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي من ولاية قلمة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد في درس افتتاحي تحت عنوان جامعة مبتكرة لجزائر مزدهرة.
كامل سطارا من طرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتي تصب الى تحقيق اهداف وطنيه ببلوغ الطيب الاقتصادي والاجتماعي. انه لا يفوت ما في هذا المقام الكريم ان نعرب عن شكرنا الخاص وتقديرنا للاسر الجامعيه وعلى راسها السيد مدير الجامعه وما يقدمونه من جهود في سبيل ترقيه العمل البيداغوجي والنهوض بالبحث العلمي. كما نتوجه بابتسامه خالصه الى كافه الطلبه والطالبات الجدد الذين سيلتحقون هذه السنه بالجامعه والبالغ عددهم 2157 طالبا من بين 12100 طالب يدرسون بمختلف التخصصات. هذا وقد حقق الجامعات عين تيموشن العديد من المكاسب اذ تميز الدخول الجامعي لهذه السنه بتوظيف 120 استاذا جديدا من بين الحائزين على شهاده الدكتوراه والماجستير وفتح تخصصات جديده، ناهيك عن تعزيز الرقمنه وتحسين الخدمات الرقميه باستعانه 42 ارضيه خاصه بالبحث والتكنولوجيا واربع ارضيات خاصه بديوان الخدمات الجامعيه ورقمنه ومناقشه مذكرات الماستر واطروحات الدكتوراه تسجيلا لنظام صفر ورقه. وتعمل جامعه عين تيموشن على تحفيز مختلف الفاعلين لتحويل افكارهم المبتكره وترجمتها الى مشاريع اقتصاديه ناشئه من شانها ان تثر الثروه وتخلق مناصب الشغل. في هذا الصدد تم تسجيل 57 مشروع مؤسسات ناشئه، توجيه 11 مشروع للمؤسسات الناشئه نحو المؤسسات الصغيره، بالاضافه الى تقديم العديد من المشاريع لبراءه الاختراع. لا يزال صالون التجارة والخدمات الإلكترونية مستمرا في يومه الثالث إلى غاية 24 من الشهر الجاري. الصالون في طبعته الثانية يعرف مشاركة أكثر من 100 شركة التي تهدف إلى مواجهة مختلف التحديات في التجارة، الخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا، الرقمنة ومختلف المجالات الأخرى. المزيد من التفاصيل مع الزميلة أسماء خليفة. استمر صالون التجارة والخدمات الإلكترونية في يومه الثالث بالجزائر العاصمة في طبعته الثانية، والذي شارك فيه أكثر من 90 عارضا نشطين في مجالات التسليم والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، بالإضافة إلى مؤسسات مالية وشركات التأمين. وقد لقى هذا الصالون رواجا وعددا كبيرا من الزوار، ويمتد الصالون من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري، فمرحبا للجميع. Bonjour, je suis beaucoup Samantha Fouassil. Je travaille dans la société Gravure Pub, c'est une société d'affichage publicitaire qui existe depuis plus de 20 ans. Ça a été créé avec un blé matricule et tout. Et maintenant, 20 ans après, on a des panneaux publicitaires un peu partout dans les wilayas d'Alger. On a des grandes unités, on est présent dans 4 wilayas, dans la wilaya d'Alger, d'Oran, de Tlemcen et bientôt Fouchanok. Je suis Soum Houssam, je suis chef de service Palo. اللي تقدم خدمات في مجال التجاره الالكترونيه. فمجال التجاره الالكترونيه كاين بزاف مشاكل تواجه التاجر، فشركه سيرفيس برو جات تحل هذه المشاكل على اساس خدمات. السلام عليكم، معكم زائر المعرض من غردايا. بون لا رومارك اللي ديتها شابه كاع في هذا المعرض هو لي جون اللي كاينين. طيب بصفتك كطالب جامعي امام رئيس نادي التحدي، انا بصفتي هنا اي كوميرس اول شيء نحيي المنظمين، خاصه يعني هذه برعايه رسميه من وزاره التجاره وترقيه الصادرات شرايع. هنا يبين لك باللي واش استفدت، انا ما نقولكش واش استفدت، كانا كمقاولين كشركات كستارت اب كحاضنات شرايع، والله غير شيء الجزائر بدات تهتم اللي هي قوه الشباب. انا يا ما درت هنايا شفت خاصه المنظمين، اول شيء من ناحيه شوف من ناحيه الديزاين، من ناحيه قوه حضور الاعلام. إلى ولاية برج بوعريري جينا، تم تصدير 9 شاحنات من المواد الخزفية سيراميك
تحمل 18 حاوية متوجهة نحو دولة ليبيا الشقيقة. تقرير الزميلة نجمة حمنا. سعيد جدا وانا احضر تصدير شحنه في ماده من مواد البنايه الا وهي ماده السيراميك من مؤسسه انتاج السيراميك بمنطقه العش. هذه الشحنه موجهه الى شريك ومتعامل اقتصادي هام في ليبيا الشقيقه. بالمناسبه بلغناه ب تعاطف الشعب الجزائري والمواطن البرايجي مع ما حدث في ليبيا مؤخرا، وكذلك باركنا له بهذه الاتفاقيه طويله المدى اللي راح ترتبط مع هذه المؤسسه في مجال توريد ماده السيراميك. عمليه تدخل في اطار تنويع المنتوج الوطني، وهو المنتوج الوطني يتجه نحو التصدير، وسياسه تشجيع الصادرات هي اصبحت واقع معاش على المستوى الوطني وبقوة أكثر على مستوى مدينة بجبوعريج. مدينة بجبوعريج أو ولاية بجبوعريج هي ولاية تعتبر على سونبوا أندستريال، وكذلك من عندها قوة إنتاجية في عدة مجالات، وكذلك نمتازوا بخصوصية أخرى أنه تعلمون جيدا أن الشراكة التجارية لابد أن تكون فيها هناك نوع من الأمان. الأمان في العلاقات التجارية بجبوعريج سبق وين تبت جدارتها في هذا المجال. شباب طموح من ولاية البويرة يحققون ألقابا في عدة مسابقات رياضية عالمية، غير أن نقص الإمكانيات جعلهم يناشدون السلطات لمساعدتهم والالتفات إليهم. تفاصيل أكثر نتابعها في تقرير الزميل سالم بن زيتون. تحصلت على أول لقب عالمي في 2007 بكندا، اللقب الثاني كان في 2008 باليابان، واللقب الثالث كان في 2009 في اليابان كذلك. تحصلت في 2014 على بطل العالم في كندا سنة 2014، وفي سنة 2023 بروسيا تحصلت على المرتبة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. إدريس إسماعيل، نائب بطل العالم، متحصل في روسيا في نوفمبر العام اللي فات. كنا نستناو منهم تكريمات تشجيع، لسوء الحظ. السلام عليكم، معكم طاجين مراد، بطل العالم في رياضة كاراتي كوشيكي في نوفمبر هذا اللي فات. إن شاء الله تحصلت على المرتبة الأولى وعضو في الفريق الوطني. رانا نطمحوا إن شاء الله نمدوهم أكثر إن شاء الله مع المدرب تاعنا شيخ علي درايفي، راه مدرب أبطال وخرج بزاف دي شامبيون. وش نقول لكم، ديجا رانا أربعة في ليكيب ناسيونال، هذا كاع الفضل يعود ليه. ان شاء الله مازال الخير القدام، ان شاء الله نزيدوكم اكثر ان شاء الله. المشاركه الاخيره اللي درناها في روسيا البطوله العالميه كان تحصلت على المرتبه الاولى في وزن اقل من 80 كيلوغرام. بعد العوده من روسيا كما رانا نشوفوا ابطال العالم وصلوا لولايه البويره، لكن ما كان حتى حاجه تثبت باللي داروا ريزولتا ورفضوا الرايه الوطنيه. المنبر ندعو من السلطات المحليه لولايه البويره وعلى راسهم والي ولايه البويره انه يدير التفاته لهذا الابطال، لانه مانيش وحدي برك، عندي ديزاتلا ثاني اللي كلاساو في الشامبيون دو مود الاخر، يعني ان شاء الله باش يكون حافز بهم وحافز للاجيال ان شاء الله اللي راهي جايه موراهم، باسكو كاينه نيكول اللي راهي توجد باش يكونوا ابطال عالميين واحد اخرين ان شاء الله. دوك انا كرياضي وليد بويره، دونك حنايا كي رحنا للشامبيون دي موند هذه شرفنا الجزائر ولا لا؟ حنا دي شامبيون دي موند درناها في نوفمبر. نوفمبر هذا كيما نقولوا حنا على الجزائر غالي علينا ولا لا؟ في
في إطار تشجيع وترويج السياحة لولاية عامة، نظم والي الولاية الوناس بوزقزة بمعية مديرية السياحة اجتماعا خاصا مع المستثمرين في مجال السياحة. خلال الاجتماع تم التعريف بأهم المناطق السياحية عبر عدة بلديات من الولاية. أكثر تفاصيل في تغطية الزميل ساسي بخدة. كل أماكن وانشطة لك الأساليب تاني حكمك سيد خدم من جس كم الفندق تاعه ويبقى يجي من الإدارة الإدارة وشوف شكون يعرفه بيدلو فيه مزية ما كانش مزية ستاندروا انا جاي من ليبيا ما عطوش اوتوريزاسيون فوراج واحد مرياليزي دي بورسون ولا في بورسون 70% 80% نمتو الفوراج. كل حال هذه اللي قال اليوم لجماعة كما نقول الإدارة بصفة عامة مع المتعاملين في الجانب السياحي يعني المستثمر السياحي بحضور السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي وحتى السادة النواب البرلمان طبعا هذا اللقاء اليوم نقول في ترى يدخل في شقين، الشق الأول هو عملية تطهير هذا العقار الموجه للاستثمار، الشق الثاني هو تشجيع المستثمر الجديد ورفع العراقيل أو رفع القيود على بعض الانشغالات التي تطرح. أول شيء الولاية تاعنا ولاية معروفة في الجانب السياحي اللي هي فيها 6 مناطق توسع سياحي راهي مصنفة ولاية الطابع طابع سياحي بامتياز اللي فيها الجبال فيها مناطق حموية فيها صخور منقوشة فيها القصور العتيقة فيها تنوع يعني السياحة بمعنى الكلمة بإضافة إلى الموقع تاعها اللي خلات اليوم نقول الرقم لاباس به في 21 فندق اللي كان نقولوا في طور الإنجاز ترجع 41 هكتار فيما يخص العقار الموجه للاستثمار المستثمرين اللي ما وفوش بالالتزامات تاعهم مع الاسف خذوا قطع اراضي في وقت من الاوقات وما مشاوش الامور تاعهم وكانت لهم عده اعذارات وفي موقف كافي كان اللي عنده 10 سنوات كان اللي 13 سنه والمشروع تاعو ما يسدوش دونك خذينا اجراء استرجاع العقار. اما بالنسبه للمستثمر الجديد وهذه فرصه عطيتها لي بنحييهم لان اليوم كانت اراده وكان شجاعه انهم مشاو بالمشاريع تاعهم دونك راهي ب 70 80% اليوم كانت فرصه ولقاء مباشر مع كل الاداريين مع ملك الدوله مع مديري التعمير مع كل المصالح الاخرى باه نرافق هؤلاء المستثمرين باه نرفع المشاكل تاعهم والقيود تاعهم وتم تذليل هذه العقبات يعني حل كثير من المشاكل هذا اللي خلى اليوم فيها جديه قبل نهايه السنه راح نستلم جزء من هذه المشاريع في بدايه السنه نفس الشيء يعني فيها مشاريع كبرى كفندق مكثر اللي هو تحفه واللي هو تاريخ في هذه المنطقه بالاضافه الى بعض الفنادق اللي استلمناها مؤخرا دوك فيها التنوع في هذه الولايه يعني في كل مناطق تاعها ان شاء الله احنا ولايه تاعنا تصبح قطب سياحي حقيقي. احمد مستثمر سياحي في ولايه عامه من ولايه تيزي وزو جينا هنا لولايه عامه درنا استثمار تاعنا اللي يتمثل في انشاء فندق 42 غرفه ان شاء الله تلاقينا مع اليوم مع الوالي اللي تقديم تسهيلات العراقيل الموجوده. احنا الحمد لله عندنا استثمار في بلديه مغرار تم محطه وقود فيها رولي روسي. 16 سبتمبر 1953 هي ذكرى مأساة منجم الفحم بمركز الذي اودى بحياة العديد من عمال المنجم الذي كان من بينهم جزائريين. بهذه المناسبة تم تنظيم حفل بحضور سعادة سفير الجزائر محمد الأمين بن شريف والسيد القنصل العام مصري، أين تم تكريم زوجات المجاهدين وكل من ساهم في سبيل تحرير الوطن. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم.